اللي بيتحقق النهاردة هو نتيجة رؤية. رؤية بتتحقق على أرض الواقع، واقع بيسابق الزمن. في مدينتي كل يوم وكل ساعة ليها تمن، وهو ده معنى الالتزام. الالتزام بالوقت، الالتزام بأرقى معايير الجودة العالمية، الالتزام بأدق التفاصيل في التخطيط والتنفيذ بأيدي مصرية، الالتزام بالحفاظ على ثقة عملائنا، الالتزام بتحقيق إنجاز تشهده الأيام. مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.